مرحبا، تتابعونا في الأخيرة تطورات الأزمة السياسية في العراق. أنصار الصدر يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي ودعوة للحوار في أربيل. في ملفنا الثاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن عقيدة روسية بحرية جديدة وكييف تنفي استهداف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود. إيران تعلن عن استئناف المفاوضات النووية قريبا. وفي لبنان، انهيار جزء من إهراءات القمح في المرفأ ومقترح إسرائيلي جديد يحمله المبعوث الأمريكي إلى بيروت. تابعونا عند الساعة 11 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت غرينتش.